مرحب فيكم مرة أخرى. اسمحوا لنا الآن ننتقل باتصال مباشر عبر سكايب مع صاحبة السمو الملكي الأميرة النشيطة التي تقدم كل الجهد الذي لديها فيما يتعلق بالتوعية بأمراض السرطان المختلفة والجهود الوطنية المبذولة لمكافحة هذا المرض. نرحب عبر سكايب بصاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان. سمو الأميرة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك مني ومن فؤاد، وشكرا لك على تجاوبك السريع معنا للظهور عبر برنامجنا للحديث أكثر عن الاتحاد العالمي لمكافحة السرطان، فأهلا وسهلا فيك. صباح الخير مايس، وأنا سعيدة جدا لوجودي معكم أنت وفؤاد بهذا البرنامج لنحكي عن هذا الموضوع المهم. شكرا لك سمو الأميرة، شرفتينا دائما. يعني لكونك صاحبة هذا المنصب ونحن فخورين جدا بأول امرأة عربية مسلمة يتم انتخابها لهذا المنصب بأن تترأس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، سمو الأميرة أنت تجولتي كثيرا خلال الفترة الأخيرة في المنطقة، اطلعتي على مستوى الوعي الصحي لدى سكان منطقتنا المنطقة العربية والشرق الأوسط، كيف بتقيمي مستوى الوعي الصحي اللي موجود عندنا وعلى رأس أولوياته عم نحكي إحنا عن التوعية بأمراض السرطان المختلفة وأيضا الجهود المبذولة بمكافحة هذا المرض؟ شكرا كثير مايس. صراحة الاتحاد الدولي اللي أنا بترأسه لمكافحة السرطان عمل حديثا دراسة، زي ما تقولي مش بس دراسة، سيرفي، سأل كل الأعضاء في 177 دولة عنا عدة أسئلة، منها كان نسبة الوعي، واستغربنا كتير إنه في كتير ناس ما بيعرفوا أسباب السرطان بالعالم. يعني حتى هلأ إحنا في سنة 2020، يعني بتتوقعي إنه في كتير ناس بيعرفوا مخاطر السرطان وكيف فينا نتجنب مرض السرطان، اكتشفنا إنه النسبة كتير قليلة. طبعا هذا أعطانا خلينا نقول معلومة كتير مهمة، إنه نضلنا نركز على الوعي من المخاطر على أساس نضلنا نحث الحكومات عشان يشتغلوا عليها. بالنسبة لمنطقتنا نحن بنتكلم الآن عن حوالي، لما بنتكلم عن الإمرو ريجن، هذه المنطقة اللي مصنفة من المنظمة العالمية للصحة، إحنا عندنا حوالي 676 ألف حالة جديدة سنوياً. هنا مش المشكلة، المشكلة إنه نسبة الوفاة بمنطقتنا حوالي 415 ألف حالة سنوياً، ويعني عم بتقولي يفوق 60% من الحالات من الناس بتوفوا. المصيبة والمأساة إنه معظم هدول الناس عم بيتوفوا بسن صغير، بسموه premature death، يعني بالخمسينات بالأربعينات إلى آخره، بسبب إنه الناس يا إما ما عندها القدرة إنه يتعالجوا صح، أو كمان لأنه معظمهم لأنه ما عندهم القدرة إن كان مالياً أو عدم وجود مستشفيات تعالجهم على سبيل المثال، فبيصفوا إنه لما بيوصلوا للمستشفى اللي ممكن تعالجهم هذا إذا بيقدروا مالياً أصلاً، بيوصلوا لما يكون المرض مستفحل، وهذا بيزيد عدد الوفاة. بس أنا هون بدي أحكي عن التوعية على شقين مايس، اللي هو إحنا بمنطقتنا يعني في كمان توعية وفي مسؤولية على جهة الشخص الفرد لحاله وعلى الحكومات. يعني إحنا إذا أنا بدي أخذ الأردن على سبيل المثال، نحن كتير ما عم نشتغل، صار عنا ما شاء الله مركزنا مركز الحسين للسرطان وغيره، عنا علاج رائع بعلاج مرض السرطان بما يضاهي العلاج العالمي، وأنا فخورة جدا أني كنت جزء من هذا النهضة اللي صارت. ولكن بدي أعطيك مثال، لما أنت مثلا بتيجي على بيتك بتلاقي فيه فيضان مي، أول إشي شو الواحد بيعمل؟ بشوف وين سبب الفيضان، مزبوط؟ ممكن يلاقي حنفية مفتوحة بتسرب المي، أول إشي الواحد بيسكر الحنفية، بعدين ببلش يشطف ويمسح ويقيم المي، مزبوط ولا لا؟ إحنا هلأ بوضعنا بالأردن وبالعالم العربي طبعاً بعدة، كل بلد بتختلف، بس إجمالاً هلأ نحن كسبيل المثال بالأردن عم نشتغل ممتاز بالعلاج، بس ما عم نسكر الحنفية. الحنفية
زي اللي عنده فيضان بالبيت بس بضله يشطف بس ما بيسكر الحنفية. فشو اللي عم بيصير؟ ما عم نشتغل على التدخين، ما عم نشتغل، ومش بس ما عم نشتغل على التدخين والشيشة، كمان عم نجيب خلينا نقول أجهزة جديدة للتدخين. دخلنا الإي سيجاريتس ودخلنا الآيكوس، مع إنه إحنا مفروض آخر البلدان ندخل هاي الأشياء، لأنه إحنا أصلاً مش قادرين نضبط السيجارة العادية. وإحنا نمبر ون بصرنا بالعالم للأسف بقديش في عنا ناس مدمنين ومدخنين. فلما بنتكلم عن هيك انا بحكي مش بس توعيه للفرد، لانه في كثير ناس صاروا واعيين عندنا بلادنا، بيعرفوا قديش التدخين مضر وبتمنوا انه يوقفوا اصلا، لأن هم ضحايا التدخين لما مسكتهم شركات التدخين وهم صغار. بس انا هون بحط اللوم على الحكومه وعلى المسؤولين اللي ما عم بيطبقوا كل الريكومنديشنز وكل الاشياء اللي مفروض يعملوها للحد من التدخين. ومش بس هيك، بيجيبوا لنا كمان اشياء جديده عشان تمسك شبابنا والشركات التدخين يكتسحوا رئات شبابنا. نعم. فهذا على جهه، بس طبعا على الشخص نفسه لازم نضلنا نشتغل اكثر انه الشخص نفسه يدير باله على حاله. بنرجع بنقول 30 ل 40% من المخاطر المواجهة بحياتنا، إن كان التدخين أكيد أوله، الكحول، البدانة، عدم الرياضة، المشروبات الغازية اللي فيها هذا السكر المصنع، كتير أشياء الحكومات فيها تقدر تعملها لتساعد الناس إنه يديروا بالهم على حالهم أكثر. الشخص لحاله ما بيقدر، كمان الحكومة لازم تهيئ له البيئة الملائمة إنه هو كمان يقدر يطبق هاي الأشياء. نعم. والمسألة مش مسألة مصاري هون، بالعكس كتير في من البلدان حتى سبقونا، على سبيل المثال الفلبين حطوا ضريبة على المشروبات الغازية، منه إجا مصاري للحكومة وحطتها مباشرة على علاج الناس لمرض السرطان، يعني فضريبة ممتازة هاي كانت راحت رجعت تفيد الناس، وبنفس الوقت خففت الشرب من هاي المشروبات الغازية اللي بتضر صحتنا، وبنفس الوقت إجاهم مصاري. فيعني في كتير حلول، مش مسألة مصاري، مسألة إنه لازم المسؤولين ياخذوا مسؤوليتهم ويحموا شعوبهم وبالذات شبابهم عشان يقدروا يحافظوا على صحتهم. نعم. سمو الأميرة، بدي أتشكرك جدا على مشاركتك معنا هاي الأمثلة العالمية اللي حضرتك مطلعة عليها وتعملي أيضا بكل جهد لمكافحتها. شكرا لك. أنا بس أضيف فقط قبل أن نودعك، وإن شاء الله نلتقي في حلوة يا دنيا قريبا، إنه بالإضافة للأمثلة اللي تفضلتي فيها صاحبة السمو، أيضا ما ننسى بكل أسف منطقتنا اللي بتتعرض لحروب واستخدام أسلحة مختلفة، نفايات لربما تكون خطرة، لربما تكون ذات طابع نووي عمالة بتكون في المنطقة، للأسف بطريقة أو بأخرى هذا يؤثر على البيئة ويؤثر بشكل مباشر أيضا على صحة الإنسان. والله بالاتحاد الدولي عندك حمل ثقيل، ربنا يعينك، وإن شاء الله صوتك دايما بيكون مسموع. سمو الأميرة صباحك سعيد، وأهلا وسهلا دائما بك في حلوة يا دنيا. شكرا كتير كتير فؤاد وميس، وشكرا لأنه أنتوا أظهرتوا هذا الموضوع فعملتوا دوركم بخلينا نقول بالشهر العالمي لمكافحة السرطان. شكرا. شكرا سمو الأميرة دينا مرعد عبر السكايب.